بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثن سلام ربي في اللون نجال ربي ذا دروم يسروي ونغروم يفعل في اللون لهم في ملي ثبوسة تستمانية المجلس الثامن ذي الحلقة العلمية الدعوية يتوسنن سلوقام لوقام نحوجيث ذي ثوثر النغ خطر من ذفع عفري ذي لوقام استقامة أين كنين سوثور ربي ذي القرآن اهدينا الصراط المستقيم خطر يوكيم ذنن الحندق فردان ولكن أفريد المستقيم ذا فريد التلويث ذا فريد اللهنة ذين من السثور ربي سبحانه ذيم كل ركعة نقارس اهدينا الصراط اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذي القرآن ذي الله ينظن ربي ند وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أسنت البسة نردرس البسة أثي دنوي فيون بوال قارن تيمار نزيك جمع الإيمان لنا تصم سلاين تروحون سيثو ذرث النغ هما تفذا تصرحوا هما جمع الإيمان هذا سيقول لك هذا قاليون جمع الإيمان بلك إلى واسين أمشكا المقيلة في سلاق لك صح المقيلة ونرقى الذي قال سربي سبحانه المقيلة سربي أنت ماذا بك لعبد الله قال لا لا ما يحتم الحال إلى قد قال الذي قال السيد يا ربي ربي سبحانه فقط صيغ المشروعة لن تصيغ مشروعة إلى المقيلات ولكن لقد تحصم ونحصو ونظر باللي الجذوذ النغ دائما دنس عواذ فجديث أثلحو أكت شرعيف أكنت ذو كولنت قرن جمع الإيمان أسجد نفسر كان يون بوذم سوذماون جمع الإيمان ثم زوروث أولا مزورو جمع معنى يعني دي جمعا يسذوك لد يكثي مسال يشدن غل إيمان بلا شك الساسينس ضرب سبحانه الإيمان بالله خطر الإيمان ذي الموحى الذي ليصفى زدي سوى ميلا أم ذن يمن سربي وحذس وسيتسرار شريك الإيمان بالله الواحد لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد يكن الانبياء اكن ملان يويند ثقيل اصلقي الجذره ثم قرانت الايمان صربي يكن الانبياء اما سيدنا يعقوب اما سيدنا يوسف سيدنا يونس سيدنا ابراهيم سيدنا نوح سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد فلاس الصلاه والسلام اكن ملان دليل ذي سورة الأنبياء الآية 25 من باب التذكير وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا يوضح يعني أكيم شجع ندي شجع ربي أقفل محمد صلى الله عليه وسلم
ربنا يسن ولهث تخلقيف أريون ولديه يجتمع الإيمان. الإيمان أي غر سيدي يا ربي خطرا بعد سير ديومران إني غدي ناكو أنا من نمن مادام نومن سيس نتا بركا أداس بعد نتسا أيني غدينا أسنيني أنعام نومن ذاين سلام سيلايا سورة الأنبياء ثلاثة النظم تقول الآية 25 ما في سورة البقرة أطول سورة في القرآن 986 آية أطول آية في القرآن ذي الآية 256 في ديوسان بعد آية الكرسي آية الكرسي الآية 255 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مثفك الآية ثكفى الآية 255 أدس الآية 256 سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاية الكرسي تظهر دفسي يا ربي بعد ليالي بعدها مدنا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله ليكون الإيمان بالله سليما من كل الشوائب. أذيلي لمن سيدي ربي زدي لازم الكفر بالطاغوت كل ما عدا الله إلا ربي وحدس. البشرية فخلقيث فعاش حالة من التيه والضياع تروح عرقنا سي بردان ربي تشقعد الأنبياء توليهن 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 أم بعد المديوسة ونقارو ينكمال الدين ذاين سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إنكمال الحمد لله سورة كوني ذي الدوني ثنغ أكن من الله أن سعدي لكزامة أكن من الله كلنا ممتحنون كلنا ممتحن بمعنى باش الإيمان غادي يزدي يصفى وفي كل وقت خطر في كل الإيمان الإيمان يزداد وينقص في كوال الإيمان ما إلى كل شيء لاباس الإيمان يقوى في كوال الميزيرية الله زله لاك المحنة في لوفا في كذا خرب سلوغن تلاون سلوغن تلاغن ذاكي لق الإيمان هذا الطف ممكن نضحكون الجدود النغ وقت الثورة أطفنا مغارنا ثمغار ثرقز ثمطوس ثمطفن لا تورتيور الصافون تريسيتي أمان ماشي دين لا إله محمد رسول الله نكون يثولون ساعة الكرجة أنوالي أنوعو إكوا يضحكوا وسرقيا أني تريسيتي صافون يا سي نرجوك أنا ويتسامي ثارك تريسيتي ياكي يلا ربي يستر غير ثبت ربي إن شاء الله طفن بعد مشي قارن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ظرم الله إلا مشي ساكد للقوة إيه أكتفن فرنسا أكث الطف وحدك لا تورتور ذين كان ويظن ثخام وقذن مكوينة كني نهو قذن تفضينة كن لا إله إلا الله لا إله إلا الله شو المعنى يس معنى يس ثبت موت وقف يا علي ما كان زرار قلنا أم سودوز الموت لا ثلا أم ثم قارس مصد الشهيد الخير الربح ماشي ذيني سهلا
صافي الايمان غينفع ذي الحيف اكثر ذي الوقت اللي سار ما الى كل شيء لاباس يسال ثلاثه وانت الى اللي سار الى الخير مي ذي الوقت نطيق ذي الوقت المحن ذا قد يظهر الايمان. ما نغر كان في السيره النبويه نغر في سيره الصحابه خالد بن الوليد سيف الله المسلول أدنى مكتي بلال بن رباح سنك يعني صحابي الجليل مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد هذيك أكل عتبي قاعدين في اللاس في بطحاء مكة تصلحوا ذاك سي صباضن وزمي ضرعه حما فرغا الصحراء أرنو تزور سفلا عبوضي ساكني ماشي ديني سهلا قال كان أحد أي غار خطر الإيمان أذ ينفع فافيس ذي الوقت نطيق ذي الوقت الحيف ذي الوقت المحنة. لذلك ما دين يجمع الإيمان ذا والد قارن زيه ساعة مازال ذا مقارن الساقي هذا شرحة كان يون بوذ مين ساطس بوذ مونيك ساعة يرنا الهان يكو أنشد إذن ربي سبحانه مدينا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ذين كفر بالطاغوت كل ما عدا الله أعلن إيمانه بالله الواحد يؤمن بالله ربي يون وليس عشريه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة حلوة فلها فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ويتسقوا ذراك يطفذ قمرار السلاح من بعد ما ردس الحيف مدس الموت سكرات الموت أي ثمثن تراجون تياك والله نذيني سهلا سكرات الموت التصديون إيق حضرنا وقذي تمتساثن وزرام يعقنا يقوهم ذا شو النبي عليه الصلاة والسلام يولهاغ باش نلقنه الشهادة إذ كان لا إله إلا الله محمد رسول الله أتي ديني سوق موشيس سيميس نامولاش مقار سوليس باللي استقاضو تساكواذ أقلك ذي الطيقام قران بقى على خير الدنيف ورتساكواذ في وضع وين أعوين الزاد في وضع وين لكن فعن ذو قخام القرار كأنك تقول له اطمئن عشت مسلما تموت مسلما كما أمرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اطمئن ارتاح راك تموت مسلم يكفي. إذن أيث مثل هي لحظات صعبة لذلك نهيئ أنفسنا لتلك اللحظات نسأل الله أن يثبتنا. لذلك ربي ند في سورة إبراهيم الآية 26-27 يثبت الله الذين آمنوا دين ذينا يثبت كان ويجي الشغليس يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثورة بعد هذه المقدمة أولا حقيقة الإيمان عنده حقيقة بحث هذه المسألة عديد من العلماء الإمام النووي والإمام الذهبي صاحب سير أعلم النملاء وغيرهم نانت خيرا تمساك ودفكار سنتيز خلاصة مركزة تتجلى حقيقة الإيمان في ألف باء جيم. ألف تصديق بالقلب، باء إقرار باللسان، جيم تطبيق بالجوارح والأركان. ها تجي حقيقة الإيمان ثلاثة ألف باء جيم. ألف تصديق بالقلب الإيمان أني ذا يزدغ هذا يزدغ تقول الإيمان ذا قول وان أي غرب يدينا ربي قول يزدغيث الإيمان ورتساقوا هذا هذا ينتقي لسه بعد انتقناك وياد نورمال. لذلك
في سورة الشعراء الآية 88-89: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يمكن أن يكون القلب سليما إلا إذا كان مؤمنا. ما إلا يزدغث الإيمان أضغى سلامات. من بعد الباقي أخطاء البشر، نحن بشر نصيب ونخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن الحقيقة الإيمان إن ثم زورث ألف تصديق بالقلب، هذا يزدغ تقول الإيمان يزدغ تقول في السنة با إقرار باللسان إلى قد ينتقي إلس قرن خيلس ذو الترجمان بين لن تقول نتدي الترجمان شو لن تقول حتى الذكر. الذكر أرقى أنواع الذكر هو الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. أنواع الذكر قلهان مليح البرمي شوا يا أخي نحمل البرمي شوا ماذا السلعة مع البرمي شوا ذا شو ذا البرمي شوا ذي الإيمان ذي الذكر ما إلا أولي ذكر ربي إلسيك ينتقد بعدين سبحان الله سجل سيكي في دينان إلا قد يلي سبحانك إلا دخل تعظيم تعظم سيدي ربي عظمت الله ربي مقرض قوليك مليح بصدق بارك الله فيك. بعدين سبحان الله الثاني فقط تقول أدين ظل الحمد لله الحمد لله أنت صح ماشي ثنا كان الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا لا إلا قد فصيل أخر أدين ظل الله أكبر الله أكبر تاع صح أدين استغفر الله ذكر يفقد سجيلس يزدغ ثلاث توبة ثلاث ندامة تقول أن بعد هذه سيلس اللسان يترجم ما في القلب من التوبة استغفر الله يأكل أذكار يأكل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان العظيم الأدعية المأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن كما قلنا الذكر أرقى أوفى أكمل أنواع الذكر ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان ولذ الإيمان المعنى يس إذن تصديق بالقلب في سناث إقرار باللسان. لذلك ما يسمى ذلك شمل الإسلام سين الشهد الشهد لا إله إلا محمد رسول الله تسلثي قاعدان فسد يوث سيروس تمطل تم قرآن تغرى ما شاء الله تجنيرث وكذا كيف ذا غير فكرة ربي ذا في كيس شهادة سؤال تيسلث ما يس الحمد لله سنيك غريق فما هو لا غفو بلي ومن غير ربي شو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سنيك ذا ينس ذا ثورة مش مملكني كيف ثورة اللي أنت الأحكام فظليت فهم صظليت رمضان ثايا هذه تقرب رشتوا أثنى ساعة الظهر هذه الحور تصمد إن شاء الله أسيدي من بعد الله نزل العشور فهم اسم عن الزكاة زكاة الأمور المالية ما ساعة النصاب وكذا ما ساعة تزمر يستوضيك مسيد يا رب الحجاض ما الزمرض لمن استطاع إليه سبيلا 20 دقائق تفهم السلام عليكم دين نغدو لاقي باش ادي نغبل الاسلام اجي العالمين. سوره الانبياء الايه 107 ربي ندوى ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. بالمناسبه تقريبا يوميا لكن هذا كان شويه ضرن سفاقي يعني ايزي معناها زين كيش شو هذا معناها يوميا نفشمت ولو قاعد يكشم ديال لي ريزو ياكي وكذا الحمد لله المجال مفتوح لأنه قرن استقبالي ثوين وذان يوفى اللي بحث على ربي يلقاه
وين يفغان أذي يوض ما إلا يوي يتحمل مسؤوليته عادي، لأنه إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أكيد الهداية نتمناوها للجميع، وربي هو اللي يهديها، الهداية من الله. الدليل قرأ اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذا أما كان قرني ويتد كان ووالد لا يكان وما الإسلام من ربي سبحانه وين ديكش من الإسلام ذن تقر بحنا مرزق سينسا إسل شاق الرويس وياضة ذي هذو ربي. نسأل الله الهداية للناس جميعا، تصديق بالقلب ألف، باء إقرار باللسان، جيم تطبيق بالجوارح والأركان. ما لازم التطبيق خاطر في قرا كان الإيمان إلا ذايا خاط لعبد الساد الإيمان هما نغول تما يلا إلى قديفان الديفان ديفان دي الظل دي رمضان دي دي السلوك دي الأخلاق ديفان دي كلش خاطر زرام جمع الإيمان يوم مدغورس دي كلش نغدا ساقيون كان بوذ ماذا نشرح باش نزرب لي مغار نزيك حرش مليح منطقة نسيون بوال إلى قنزر بلي ساعة غزال أنان دهمة سين الحروف ترجمة آية كاملة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. لا ينشتلات ترجمة سين الحروف أهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جمع الإيمان ذواقي ذو ذمس وقوذ مونينس، تصديق بالقلب نشرح يفيد، إقرار باللسان نشرح يفيد، تطبيق بالجوارح والأركان إلى قادفان مظاهر التدين والإيمان إلى قادفانت أدفانت. إن دا ربي بعد في الربا الربا ولا قال غدي فينا نسروث الربا حرام. سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا يكفوال داين تقيمارا نتفاوضوا لا نخم كان 2% لو طو دانتيري أسنج كان 3% 4% ولاش 0% لا يجوز انتهى لا يصح. إناد ربي سبحانه واتخر في الكذب انتخر الكذب، إناد اتخر في الباطل انتخر في الباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحريم الأذى الأذى الظلم بين الناس، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. شكون اللي عنده كوراج يدخل جهنم؟ ما عندناش كوراج نستناو 10 دقائق للشمس، ما قدرناش، الشمس حارة. وكيف يعني واحد يروح يدخل أمام جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ الآن الواقع راه يفرز بعض هذه الجنود، تسد كورونا سفاغ العقل، الزلازل سفاغ العقل، فيضانات ولا ماذا هو السرح دي جنيا تستفضع بطن على الدسمة يا درا لو كان ذا غادي حمالا يحرك دوافو دما كل سقف النغ أرنو ذا غالي هلاكي ثاقين وما زال هذه الصرب بك دايا. ولله جنود السماوات والأرض والله العظيم ما أسعد كني قرأ ابن عطاء الله السكندري سيا فوربي من وجد الله فماذا فقد. السند كان رسيدي يا ربات سهنيض وثلتو ذي زمانكي نخاف الفتن وقاذ خطر في نادم يزمر يفتن في دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب المصدر كاش حاجة وعرا السيد فرح غس ثلاثة مصيبة المصيبة اللي أنت ورع خمس سولة الناس فرحت لها ثلاثا ثم زورت أنها لم تكن في ديني، يعني ماشي دي الدين خطر قناة الدين لا تجبر طوموبيل تخسرها نغاشو يغلي دوخام كذا يعني أمور الدنيا. في سناث لم تكن أكثر مما كانت عليه، يمكن قرأ هكذا ولا أكثر يعني
سيدي ربي سقف دفع الله بها ما كان أعظم. في ثلاثة إنيك لاجريس، لكن سين الحسن البصري إنيس حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. يجرح مليح نسي فرح يحمد ربي وكذا يسامح إنيس قرحي ماشي يثقري حارة معنا مد مكثغ لاجريس لاجرني ما صفر إذغا أتخفف في اللي أتسفسوس في اللي حلاوة أجرها يعني هذه المصيبة أنستني مرارة ألمها خطر بيناد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وينهم يفكى ربي إجار ربي ثم بعد يصفر يفكى ربي لاجر بغير حساب. لذلك ثورا نكفى تطبيق بالجارح نكفى ثقي أولا تصديق بالقلب إقرار باللسان تطبيق بالجوارح والأركان هو حقيقة الإيمان. ثانيا ما هي مقويات الإيمان ذي الشوذ ذي تسكن فوذ نغيف الدم الإيمان أتصيق الله ثمر اللي ثقي الله يبارك إن شاء الله أتسيلي تسمر اللي ثغير نود الإيمان نجدد إيماننا بلقيانا تجديد الإيمان بتلاوة القرآن فهذا ماذا يقرأ القرآن يقرأ ولا ربي ذا ولا ربي يرفسني كما سعدي أما رزقي أتطفض المصحف يرفسني ثقي نعمة كبيرة والله لا نعمة كبيرة مليح يون واسد نيرا ولد قايض يون دا مسيحي للفاتيكان مدينة الفاتيكان ظلم ذا شو يقول الملتقى على كل حال يعني يغرى مليح يزرى في ذات ولكن ماشي زم ذينا كو زم الدين يغفورا يقر داك سيرانت انتيذت سيرانت انتيذت نكشم شو ذي الإنجيل ذي لبيبل وكذا معلش هذا دي سواس نهضر في التفاصيل يعني أولا قالوا نكم مرز جنون بما معناه فكثب فيلا نجري فسننون صح أرى كيف كيف غرس ذاك السماش نغذي السعودية نغذي تونس نغذي المروك دي المغرب نغذي مصر نغذي فرنسا نغذي بريطانيا هي هي عادي لكن يثلا لكن يثلا أدغر صوت الفاتحة هذا ندث بغض كيف كيف إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظ ما نكشم داخل الني زرش انتفض الحمد لله أنه رب سبحانه تكفل بحفظ هذا الدين بحفظ الوحيين الكتاب والسنة. وسيأتي البيان بالنسبة لموضوع السنة وما يثار حولها من إشكالات أديس القديس إذن يثمثن ذا شو تسكن فوذ شو تسكن إفادن الإيمان أطاس سيساد زوير كان قوة الأربي تلاوة القرآن الله أري لها أما السعد بين القرآن غرين من الزمرض إما سير المصحف إنه ثورة لن تتوي لثق الله يبارك لبورتابل هواتف النقالة يقول الله يبارك سجل سيط إما من ذاكرتك ثرك فضل كار أصلحوظ الجاير نغرف قايث نار قسنطين نار وهران قالك أصلحوظ أتقصر شو تتزوض شو تمدوكا ليشوك أم بعد غير شوية القرآن نسب الله عرضه في ذوق صورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حتى غرض أسيد بفقك مع كلام الله يساعدك إلسيه يذكر الله. لذلك كم غارن زي خدمنا الحزب الراتب الحزب الراتب قارنت على السجيل يعني لو أن الله يبارك تفضل الزينك ذاكراو الزين الغرن وينك اني حفظا ذغاد المراجعه ادي مشي ادي ثبتي ماني سلتو ذي المتشابهات حافظه القران زرنا ديوار الحال ناو ندسني ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون سوره الانبياء الايه 92
وأن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تندهن سورة المؤمنون الآية 52 وديسواس إن شاء الله تحدث عن متشابه الآيات في حلقة من حلقات الوقام. عصروحك مولاش تروح خطر تمشافينت لا تمشافينت أتفضل سي الصورة تضف ضمانيك الصورة النظام. إذن الحزب الراثب يسعى إيجابيات منهجية ذي لا ميثودولوجي نعم سعى الفائدة يقينا سارك الشكاك أن مول نحفظها رضي يحفظ ولاني مغارنيك والله ماكش مغ المدرسة مسن غالف باؤون السمحة صغكان لا رفذا يرفذين يكشفن بلك سين لحظة بلك ثلاثة بلك أربعة بلك يون المهم يسفيذي. إذن تلاوة القرآن تلاوة في حد ذاتها ثرنوذ الإيمان مثل نظر التدبر التدبر في آي القرآن سبحان الله تدبر فقد يستورع العامل الثاني بعد التلاوة التدبر في تلاوة القرآن عند تلاوة القرآن تدبر أين من الزمرض الإيمان سيزداد أذن الرئي الإيماني يقينا. سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سرحي واللغيك أذي تخميم ذي قوقور يطيج طلام إثران يسفن لبحور فهذه روحوا ليه سبحان الله يخلقن يك الدنيا ثقيل كوناكي يا نعاميه هذه نرني الإيمان يقينا فيك ولتتدبر ذي الحشيش يفلاحا فيك وقت ساكن يفلاحا يبسون فلاح إنك سبحان الله إنك البحر يسعى الملح إيش حالي كاميون نقلا قلنا ناوي باش هذي يغل البحر ذي ملح إيش حالي كاميون خمم كانك يا واحد لو كان ذي نكوني أرياوين يكاميون الملح إيش حالي كاميون نرناوي باش نخدم الملح إلى البحر قد ناوي إذورار أذي قيم البحر أمان اسم السوسيت ولكن سبحان الله يخذ بيث دغلي حكمة المد والجزر الحاصل يعني لش يكون دينيغي يعني لا إله محمد رسول الله كلما الإنسان يعني يتدبر في الكون في كتاب الله المفتوح المنشور يصل يزداد إيمانه وفي كتاب الله المسطور كتاب الله المسطور ذو القرآن نسخة كتاب الله المنشور ذي الكون مقل كان سوالني أتوحظ ربي سبحانه اسمه قلدي ثمورث أصفك كنسينا وفلاح نوايض إنك نزرع زريعة ندلع إنك ربي فكيغ دلع يريغ زريعة داخل إنك أتسن زريعة نون أتوحظ ربي سبحانه شيء عجيب نعم تنكو تحكي غسني ولكن سيناني ميس ميسي سيناني فافاس إني سبب فام شكا ثخسيث تجريس مشطوح ثخسيث مقرث ذا دلع كيف كيف تجران دلع مشطوح ذا دلع مقرث أي غرا ثز ديث تمران شتيلات هاد تسكر تمر ذا مشطوح ثز مور ثان شتيلات هاد تسكر زمور ذا مشطوح أم غارني مسكيني سوسم يا عرقاس الجواب ماشي كني كارد ميسي سلقضا ايفافاس انيك ليلح وليلح ونسى ذميس يوض الدوت الزدايف يغلي دوع قان سمر فوق الرون ميس انيس دينا مي سال الجواب انيس لو كان سخسايف نغس هذا اللعث 20 كيلو انيس وفيغ الجواب مادام ثقسيت دلاعة كبيرة مليح كي تكون في الأرض في ضرارة ثقسيت كيف كيف مي أين كني أزمورني ولا ما إلا ذقني
وري ضرارة ولا ما يغليد ذا عرجم تصمر وري ضرارة. حكمة كل حاجة ذكس الحكمة. لذلك رب سبحانه في عديد الآيات نخدم تديون واس بعض الآيات سيأتي يوم نغد باللي سيكون موضوع الإعجاز العلمي ونتحدث على المشرقين والمغربين رب المشارق والمغارب سيأتي البيان ماشي الساقة ساقي يويد كانوا مدحيث قسيط ذوال من خلال بيان عامل من عوامل الإيمان اللي هو التدبر. ربي ند سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سورة ياسين الآية 36. سورة الذاريات فيها العديد من الآيات. والسماء ذات الحبك حبك أمشي تيفنا ربي يهنيجي سبحان الله أمشي تيفنا في الآية 20. وفي الأرض آيات للموقنين سبحان الله الآية 21. وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية 22. وفي السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء نتراجعوا نتراجعوا كيجني نتراجعوا ربي باش هذه في كلام ري هنوان أدغلين ومان وإذا غدغلين كاين الحواج خاطر لو كان دغات زاد لا دوز دغا نقعد غدا سني حمالا غدا سن لا إله محمد رسول الله تقول هذه غزر زعما هذه هو الموت يغزر هذه يحمل هذه هو الأرواح هذه هو خامنة هذه هو كلش ولا حول ولا قوة إلا بالله. زمن لابد من الإيمان لازم يكون قوي نتاع صح يعني لقد يجهد جمع الإيمان دعوة غير أول باش نسير وقيت درس نغساقي جمع الإيمان حتى نمس فهم تدبر والنظر في اللي العامل النظم ذا مهم جدا تشوف ذي العبادة والطاعة خطر أكن قعب ضرب الإنسان أسير الإيمان شيء طبيعي. العبادات التزام العبادات عامل أساس من عوامل زيادة الإيمان وتمتينه. أكن بلد محرز الطاعة ينس صلي 5 صلوات في اليوم والليلة. الشيخ محمد الحسين ناس شو المعنى يس الإسلام يناس الإسلام ذ 5 ظلة ذ وين اللي انهرسنت أي بابا يفسد يقاري بوال إناس الدين كل شثان دين وقينس كل شثان دين معناه الدين قد اكتمل. أسنظني إناس الدين 5 ظلة أكذ وين اللي انهرسنت ظل الفجر أتحضر السوق مازال طهورة يلا عاص روحك ذي السوق ماشي بد ما ديوي طوموبيل وتيساو مولا ديوان هذه يوضك السلف كانيه كذا وكذا يا حصرة يدي ماريكان يدي ماري غبثي ثوكور خط صافي أولا ذينا ذا غدينا شي قرع سيماني لا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تخري الربا وأحل الله البيع وحرم الربا تخري الميسر تخري بيع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أدل الجهالة إلى آخره كل شيء كل شيء واضح صافي. إذن ماشي كان 5 ظلة أكذ وين لن يرسنت يعني يار 5 ظلة سيض الوقت فينك ويروح للسوق والتجارة وكل يوم شو يخدم أبدين إلا توجور يعني سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اتقوا الله حق تقاته أكيد إن رب سبحانه سورة التغابن فاتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم يعني فلا درجة علين يتقوا الله حق تقاته فلا ثيض لد ما استطعتم فزمر ثنون نسأل نيفو علين النيفو نكسر هذا كان الإيمان يتزاد ينقص يتنرني المهم ولقاذ روحاك. لذلك رب دي قرية أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أغدي قرار المؤمنين أرنوثاس فكثاس الجهد الإيمان ون فكثاس فدم الإيمان ون هذا. إذن نناد التزام الطاعات الطاعات كلها نزور ذي تظليث رمضان العشور ونيسان
ونون سعر النصاب وسعر الشروط هذه صدق رب عمل صغير تعظمه النية. أتفكر 40 دورو 100 فراك سنية يقوان لاجر مقر ويشيف كان لاجر ربي نسيك ساعة البارام البارام يعني ميزان الحسنات تزمت ساعة يزراه السيدارة صدق أين من الزمرد ولا تحقرنا من المعروف في شيء ربدي قالوا فعلوا الخير خدم الخير أين من الزمرد وكذا كامل رنود الإيمان يعني العبادات رنود أغوني الصوت سيدي ربي غير الحيج يرنود الإيمان الأصل هو يرنود الإيمان. طيب كي نقولوا هكا معناها الحمد لله أي واحد يصلي ربي سمكني يفرح وليس ذي شرع وليس الحمد لله والحيج ما زال يسعى ما زال ذم قران أما ذي الشرعي ثم ذي ثمتنا أما ذي العويذ النظ الفلان يدي حوجة سنكم الدم ما راه يروح ما راه يديو غالة ثقافلنا فرحان ياس ولا تسلولي وكامل ماشي كان أي غير خطة الفرحة أي صوتي ربي سخم ربي الحيج سورتو زيش سميت حجونا كنية ديو غالة لعب سي الحيج ننس وتعقل راه ننس يمس وتعقل راه الشمس ورا تخت مكة خمسة سوايع ثنفين من بعد غادي يغال فيك وهذه قيمة سمانة 10 أيام يغال الدين كان 12 يوم على كل حال الزمان يفدل ولكن الحج الحج على أي حال إلى العامل النظم ذا مهم إرنو ذي الإيمان ذا شو مطلق الذكر الذكر العبد ما يولف في ذكر ربي الإيمان الذي تنرني ولا ما فيك ولي يغفل وول أدياس وسد يحضر وول يون يبس يروح ريون ذا مغرز مني إن ياس الفلاني إن كذ شرغ ربي سيلسيو قرد سبحان الله الحمد لله استغفر الله مين يلسيو كان ذاكي ولو إن أسؤولي وريح ضرارة يذكر الله بلسانه وقلبه غائب غافل إن ياس فقلت خلاص الحبسة داين ولاش على خط إنيس كمل أذكر بسيلسي أدي سواس أدي الدقسولي في كيس الدواء إنيك أذكر ربي ولو كن سيلسي غسير في الولي ولكن أدي سواس أدي أخي ولي أدي الدقس ولي أغرد النغة ولقي باش الإنسان يذكر الله كثيرا ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يذكر ربي سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أشرنا إلى هذا فيما سبق مدف ربي الذكر في شود كثيرة كثيرة معناه ولا قرن ذكر ربي قليلا ما تشي مرة في زمان ماذا الجنازة نشيه ذاك أثنى انطلاق سلتو مثل يركني ذا لا عاري السوحش يا سلت إظام زوارو يا محاينك يا ولي قبل لكن جن وحديك وكال مش ذيني سهل أكالني زردمك نسنيثاكو ولكن الإيمان إن شاء الله أذي لي ذي ذعوين أكيني أرتسق وذق لي ذي نذكر ربين وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين إذن الذكر التزام الذكر بقدر الإمكان والتزام الأذكار الصباح والمساء خطر رأيث الصبح يثلا الأذكار ثم تثلا الأذكار أي لقرد يغفل بنادم بلك تغفر ذيوب بس يومين ثلاثة ذا مكثيت أذي غلي يطيج ونتفقار شرق يطيج شغل تعدين وسين كان لا كلها أحداث عظيمة تحصل في هذا الكون أي غروب الشمس راح حدث طلوع الشمس حدث الظلام إطلامكي حدث تعاقب الليل والنهار شيء عجيب اذكر الله أذنكر صباحا أذني الحمد لله الذي رد علي روحي وعافني في جسدي وأذن لي بذكره الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات لأن وليه النشور يقسم بنادم يفق بنادم سبخان بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجر علي إلى آخر ذم سافر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين إلى آخر يغالد آيبون تائبون عابدون ما شاء الله أثكث الهواء بس اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا ما ضاضوا يتهز اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا توعظوني الضالين تكون الدنيا أصلي أخي الضالين سقران إيهوه الله يبارك لو كان استنظر إيهو أنسى كي خذ ما كرموس إلى الدال
ديريكت تقول الله الشفيق سيزيك يعني طاسي سقسا على الأقل ثلاثة أو أربعة هاي غير تخم ذكر موس الروضة لبنو أين هيك هذا رغثيط يا ولدي الروضة ري رنثيط ذكر موسى ري رنثيط إن إخنيثني ودقارنا الله يبارك إن كيني أنتيثيط أنتيثيط طبعا كونترثيط معناه لا ماشي ذكر موسى يرنثيط ماشي ذا تريكتور كنت خمضة تريكتور سوف الله الدال صار واضينس خط ذا نكوني ذا نتأدب دين الله يبارك خطر رزق هيون ضربك رزيقا ونكش مارذي الشغليس خزائن الله لا تنفذ أبدا ماشي ذا خوفي لا الخزائن سيدي ربي أركفونت أرفنونت أرحفونت بسرح ادعوا ربي والسلام وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نتأدب مع عطاءات الله جل جلاله ربي ذي خدم الشغليس هذا الذكر إذن نلتزم ذا غثم ديث ثان قيروثا آخر دعاء ما تبغيض باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها ما فاني دزك صبح موثا وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أغرد بعد القرنين من الزمرض سبح استغفر أكي ويضص إن شاء الله هذا نكرك صبح لا بأس هذا من بعد لن تذكر تصيق اللان لكن كل يوم يجتهد أذي يحفظ ما تيسر المحفوظات إذا رحمة ربي لشيخنا وقاذي موثن زيش وقاذي موثن وقاذي مازال نحفظ ربي ياك صفظ المحفوظات دائما من ألوان الخلل في مناهجنا التعليمية التربوية إبعاد مادة المحفوظات من التحصيل العلمي سميت روح المحفوظات قالوا كوني الفهامة مشال ما نحفظ يا ولدك يا الهاني سينك يا هذو ربي ثلا الفهامة ثلا الحفاظة اللي انت ياك علماء الحديث اللي يخدموا السنة النبوية الناند من الشروط الضبط الضبط والناند الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب إلي ضابط ما يكتب أذي يكتب سوسوى السيد ما تشفظ هنا شفيرا إلا وايضا هنا أحوج غارة واقي سعيخ مضبوط تثنيس نيش والسيناقي خير مزوارو إلي العالم الزيك صارغنا سوكتي كتابينيس صارغنا تاوك ننسامي كنيس قرحي معنى عادي يود الكتاب يملي عليهم ويكتبون يعود دي كل شيء ذي نقسم صرغيث من بعد المسألة مهمة جدا 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 أي غر باش أذن في كزال ذي غر بعد ما يحفظ أين ميزمر ما تيسر سواء من القرآن الكريم ظنوا كان كل يحفظ يوث الآية ذي سمانة ما ذي سمانة ذي كسقواس 52 سمانة حتى يحفظ 52 آية إما اللي يحرش كل سمانة ذي يحفظ سنث لايات صافي يحفظ 104 آية إما صافي زمادين ذي كسقواس ذي يحفظ سورة البقرة نورمال سورة البقرة ساعة 286 آية 286 آية هذا يزمى تفضل سوى سوى كان ستحفظ عادي تفضل تحفظ سورة العمران 900 آية تفضل تحفظ سورة النساء 976 آية وتفضل رأسي يقول حد سيا ذكي فذود كن قل أعوذ برب الناس تروح شوت شوت عادي الخير الربحي لا يون ذا شوفر إنه يخنكيني حفظ غطس القرآن تقفر ذا شوفر ناقي السبعة ذا نار الصحراء وكذا أمي كان يشتيك ولا ذغرق في كل دخل مثلا كاسيت التعود الصورت التعود هذا غادي يغلي يحفظيت والإنسان كلما لو كررني الإنسان يرسخ هذه لذلك الإيمان يزداد هدفنا سقي جمع الإيمان باش الإيمان ذي النرني أخيرا
فعل الخيرات. الخير والله يرنو ذي الإيمان، تخنبض الخير ربي يرنو ذي الإيمان. ثورة أخيرا، نقطة ثالثة، ثمرات الإيمان. وين الزن تجرى يترجو الغلة، تجد القاعدة تزيد ثان قلت أترجو في فخسيس، ما تزيد تزديف أترجو تسمر، تزيد تزمور أترجو تزمور. وين الزن تجرى نليمان جمع ليمان في قوليس أدفك الغلة شحال غلة في قلان أطاس سيكسنت أنزوير الغلة ثم زواروث ذا شوت رحت البال ذا النظ سكينة والله يثمثن أعظم يعني سعادة يعني نعمة بمذان تسكي بعد نعمة الإسلام تسكي سكينة رحت البال فقيد حواجي تطاس نعم ديون وسوى دعي وذغ الطبب والساقي يم قرانا لما ذل ناند الكثرة اللي هلاكت سبا سي داخلي دوسان كوتي بسيكولوجيك لونغواس القلقة الستريس والحياة تورث سعال الستريس نغالا تقلقا الدعوة الوسائل اللامت مي القلقة لا وتفيث لي السير جرح المعدايس كل يوم ندات سيغ ثيثا وفي كل خدمنا مدن لي زوبيراسيون يوين ديفانا لي سيمبتوم الاعراض صحا وكان دخل عليك مازال يدخل يوا كان شوف لا سي داخل مازال مي السكينه ياكي والله لا مطلوبه الحمد لله كي تذرين ومازال السر مازال الحمد لله بلقى الزر ما يثمثنا ندني ظن والله ريوار الحال تصوض المدن سين قريح المليح الزاي مين باثي دينير لو سويسيد انتحار الزاي والله الزاي قتل النفس ربي نادي سورة النساء الآية 28 لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخر آيات فنفسي ثق الساعة الروح الساعة نزل ذم قرن ربي سبحانه مي ربي يهدينا ويهدي الجميع في كوال فناد مسي عرقو فريد مع الهموم الدونيث وكذا وكذا ذغا فيك شملاياس اس لاياس الياس قرن الحكماء الياس يقتل الفضائل في النفوس لاياس ما يزدغ ولب بمذان ما بقى ولا فضيله اي صدق من بعد والو كل شيء يوعث دافركان 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 هل ما ذباس هديف مسكين يعلق مانيس نغي سوى الدواء سرير روح حكيم نغادي ذكر مانيس وقذرار نصي قنطرث نصي الباطمة ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العفو والعافية باش كان نزر باللي السكينة ذي الرحى يجي وتنزل ذي السواق ولاش السوق زنوزون ثلويث بول ما كانش السوق اللي يبيع السكينة والطمأنينة والسعادة أبدا ربي ناد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قل كان الآية تسد في سورة الفتح الآية 4 في سورة التوبة الآية 40 لاقي 04 لكن 40 سورة التوبة الآية 40 في النبي عليه الصلاة والسلام بدي في مانيس ذي الغار نتاك في أبو بكر الصديق ظلمك ما شاوت أبو بكر الصديق سيقار لو كان يوم السيكسنة المشركين يظن ساقموش من الغار لو كان يوم السيكسنة ذي مقلية يظهرني ساقدي وعوه لو نظر احدهم يعني هذوك المشركين قدامهم ان انا بين ارجلهم لراونا النبي عليه الصلاه والسلام الناس يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا تفرح وحس سيقرا ابو بكر غسق لغديسين الا ربي يوسلاثه
وركسغ في الاول كسغ لي في وليه ورحت زناره ربي الثاني يذن مره اخرى قول ابن عطاء الله انك من وجد الله فماذا فقدت وين يفان ربي ارثمس ولاش ذا يروح ام بعد ذا شوي اللان سنزد الايات الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا شو النتيجه فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها الى رب أثن فهم السكينة الراحة طمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب في السناث الغلة في السناث ذا شوت الغلة في السناث ذي العمل الصالح معنى ذي المؤمن خدم الإصلاح هي مباشرة معادلات هذا يستلزم هذا هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذن الالتزام العمل الصالح الغلة في الثلاثة ذا شوت تجمت إنما المؤمنون إخوة رب دي قرص عام تجمت ذمن فلا قرابة دموية نسب فلا القرابة النظن يعني يوذم ربي وهذا هو الجامع بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة سورة الحجرات الآية 10 إذن فإذا ثمر من ثمرات الإيمان من ثمرات الإيمان ذا شوث سمحتي اليقين العبد يسعى الإيمان يقوى الإيمان يسعى اليقين كل حاجة زرم في مغاري النغم ما دي غلي وقشي في سيدوح شو سقرنت زوار انتس الملك يكفى ووال وحوجة ثم مسلي ثم قرآن خاطي زوار انتس الملك دين يقين وحل بالكم اليقين اكيد حواجيث والله يرث نحواج مليح نحواجيث مليح ذيم كل شيء اما ذي الظل في النغ نحواج نسعو اليقين ماشيني ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه نغذي الدعاء مارس ذعوض الى قزر بلي ربي اكيد يقبل ذا شو ملميذ شغليس خاطر ذيك تروحوا في كوال ذاك يغثقر استرقاء حينكم نغ ربي ناد ادعوني استجيب لكم ولكن ذعيغ 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 ولاش ذا قلت روح خاطي امشي غث روح نكون نخدم كان شغل النخ اندعو اكني غدينا اكني غدينا شروطين وكذا الى اخره يقول زدين وكذا كذا الدعاء ربي قال وقال ربكم ادعوني استجيب لكم وفي سورة البقرة بعد آيات الصيام آيات الصيام الآية 184 تهضرت في الصيام 183 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعد الآية 184 الآية 185 فمن شهد منكم الشهر فليصوم وبعدين يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر الآية 186 أشهد دين ربي سبحانه إِنَّ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ إذن ربي وعدت والنبي صلى الله عليه وسلم يدي قرأ الدعاء مخ العبادة لا الرواية نظن نحفظوها الدعاء هو العبادة تقيث تقيث لا قيث لا الدعاء مخ العبادة رواية صحيحة في الرواية نظن صحيحة الدعاء هو العبادة أكيد دينا ربي ذنبي ثفرة يلا أنسعوا اليقين أما اليقين تمغارين
مغارين مغاران كيفاش ولا توعام سني مغارنا الناس مثل سنيثن سان الايمان ذا ذرار ذا ذرار ما كيكون الدنيا غلي ولي ذا فرنسا لا تورتور سوامان ذا تريسيتي لا اله الا الله هذه مثاكني هذه فالروح ازدرقة سمطوط ماشي ديني سهلا ولكن الايمان يتساك ديفاد يلا من بعد النغد يا إما ربادي يقفل ثمثم أما كده حكي في مخلوقه جي ومثل فروح طوموبيل يعني الديرابياس وكذا تسي نغ أذي وجل من الميق فغانسا بعد سقواس عامين 10 سنين 20 سنة 30 سنة في الشغلس أذي يقفل ميق فغان في ثلاثة أكي يحرز دعوة الخرط في ديلا خرط ديلا خرط ألمنا غتتمن نيض أستيني ظلو كان ربي جا كل شيء غير ذاك خطر فيني ذا خام القرار يعني أنا خثير سني لو كان وقد قبل ذاك كي الدوني ذاك كل شيء جيت غلا آخر خطر الدوني غادي يعني أنا ذي عدي حقين يوران يا أخ وكذا هو المعنى يسأل مع ناس ولكن خام القرار ذاك سواء قال مازال نغسناث من الغلاف الغلة النظام السمحتي تصير ركزة زعما دينيون واش دخل الايمان في الركزه نقول لك نعم الايمان من ثمراته الرجله في الركزه دليل قال الله تعالى في سوره الاحزاب من المؤمنين رجال ربي هو اللي قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ينادي الآية نظن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى صافي الرجال قوامون على الرجلة والله غير تكس الوحش في الركزة تكس الوحش هكا استقبالي تقارن شبحة برقاز في الركزة أكيد أنا مزورة يا أخي نغاون فجديت شرايط فتاقر نعيش منهج حياة تاقيت سفراتك وين إم دنياك فجديت فشرايط أكا شبحة برقز تير روزة ثانقاروث الغلة ثانقاروث الثابتة غيث بثرب إن شاء الله ثبتجي يشودي ثرب بذغ الإيمان ثبتجي طاس ثبت فطع بشغيث بثربي فطع خطر إزمر بد ما ذي الظلم بعد تيج تيخوا تسلم يا خانسل تيخوا يكين فاني جاثة ظليث والله ذير الخبارة ذير الخبار نسمر ذي البغي والمي بذي ظليث سنفرح خطر نعمة يكاد ياثة برويطة سنفرحة ثوطة برويطة مبروك في الله ما يفضل دا بورطابلي صافي يفضل وما مال الطوموبيل يا حسره يا ولد سفيري كاردي شوالق النظام خطر مين شوالق النظام هان مليح ثلها طوموبيلها وبورطابل ثلها برويط لها ناكوا اما انا ذا لعب ذما الا يهدى ربي يهدى في ربي سبحانه غير الطاعه اثي ثبت في اللاس خطر الثبات على الطاعات فجي من ثمرات الإيمان أشين تظلي فيه تظلي فيه زر كان زلطة ترتاح ذير تحولي رمضان رمضان والحمد لله رمضان ذي ثمور النغ يسعى الزهر ذم قران أكثر نظلي فيه إخي تفهمي رمضان يسعى الزهر أكثر نظلي فيه سقلي أكثر كان كل شيء سهل يعني هو قاعد يتصوم اكثر بقى يتظلم اكيد لا وان شاء الله نسير مو قاعد نيف دون تظليف ذكوكور ذي رمضان ان شاء الله كمل دايك اكني نفرح اكني نشبح اكني قلا ولكن نحوج الثبات لا عشور واذا تحوج الثبات اذا ما تفضي ولي تظلى يتصوم معنا العشور مارسي نصفغ 2.5% 2.5% ربع العشور أتفذو الحساب يخدم كالكالاتريس أو هنا السفغة وقال أنت السفغة سيض المال يزقر يذري من إلى آخره ما تصوض الشروطينك أتسفغة العشور
كي تقرأ الآية النية سورة المعارج الآية 24-25 يلا والذين في أموالهم ينك حق معلوم للسائل والمحروم يلا لحق ربي النفكيث ثبت باش تصول الكوراج أتسفغض الزكاة العشورينك سلهنا بالراحة بسعادة أربي فكا غيما السن في الدضغي فالسن تحمد ربي أن رزقك وجعلك من المزكين وثبتك فإذا ثبت على الطاعات ذين قلهان ذا غير الثبات نظن ذا شوث فقسر نختم ما غلينت تلقاني وعرنا كنين إن شاء الله ورد غلينت ونسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة ولكن مع شديوسان فرزنتت إلى قدنيني أما رحبستك شر ربي قدر الله وما شاء فعل ولكن ثبت لقول قرني مزورا مدرز المصيبان ويصفار ويقفر صافي ما يقفر ده شريخ انسى ثرى ذاين صافي لها يسكن ذي الصفر وباش ربذا سيف كلاجر بلا في ليسا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أرنو ياس حاجة النظام أنه لا يزعزع ولا يزلزل ذي العبادين سوري الطعين سوري الطفكان ذي ربي ولكن يسأل الله الثابت ربي كثبتنا ذيني مدينة ربي في سورة إبراهيم إذا دوساون ألم ترى كيف ضرب الآية 24 وما بعدها الآية 24 وما بعدها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في ثابت كلمة الثبات تكررت كثيرا أم تجرني يسعني زوران قارنك استقبالي ثولش ثاشيطة وريه زواضو وهذا مش ثقبالي ثابت الحوك ولش ثاشيطة وريه زواضو ولكن تسيهوز وتقلعانا غير ما غادي تشبيت ربي غير التجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها أكلها القراءات بإذن ربها بإذن ربها في كل وقت ويضرب الله الأمثال للناس أمثال بلا حدود إلى آخره ومثل كلمة خبيثة الجنة الظلم كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أم كي تختم ربي سبحانه يثبت الله الذين آمنوا ربي تثبت المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا ذي الدنيا وفي الآخرة ما رثي جن واحد اسم دي حضرة همة أثبت ربي هذه الشهد ما شاء الله وفي الآخرة وذا ما دي اسم منكر ونكر هدفني وجد أسيدي بسم الله ما شاء الله ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أغيث بث ربي إن شاء الله وغير نور ربي يكون إن شاء الله الإيمان الجماع الإيمان إن شاء الله أنطف ذكس وغير نور ربي إن شاء الله من كل خير وكن يسر ربي دون ثوال ذي الأخرث وقاذي مثنثني رحمة ربي إيمو ظانثني الشفو ربي أكون يفكر ربي السر ذلي سر ثلاثا سر أرثي مليث جاء من تلويث السلام ربي في اللون يوم كان الخبر ذا مشطوح بلك ماشي سير بلك ذاك الجامعة قمالو بلك سفديت دون أن فتح القانيضان دينا شوالي يوث ذاك يوث دينا أكا